ارحب بالرفاق اعضاء المكتب السياسي في شخص الرفيق عبد الرحيم بن نصر مصطفى الرجال، الرفيق مصطفى الرجال، وكذلك لا يفقدني الفرصه ان ارحب بجميع الضيوف اللي تحملوا العبء ديال السفر، وكذلك الرفاق اللي تحملوا العبء ديال السفر، والرفاق اللي انتقلوا من جو من اقاليم المملكه اللي من الدار البيضاء ومراكش واليوسفيه، وعدد ديال الرفاق اللي جاو باش يحضروا هذا المؤتمر الاقليمي، هذا العرس النضالي لحزب التقدم والاشتراكيه. ونرحب كذلك بالرساله رجال الاعلام الحضور ديالهم وتحمل العناء ديال السفر ديالهم، ونرحب بجميع الرفيقات والرفاق، وما ننساش نرحب كذلك بالحضور ديال رئيس جماعه المراسله الشخص ادريس بايدي اللي حضر معنا اليوم كذلك. ونقول لكم مرحبا بكم باقليم اسفي، ونشكركم على تحمل مشاق السفر من اجل الاشراف على اشغال المؤتمر الاقليمي للحزب التقدم والاشتراكي الاسفي في افق المؤتمر الوطني العاشر للحزب شهر ماي. كما نرحب بجميع منتخبي الحزب الاقليمي وكذا مناضلات ومناضلي ورفيقات والرفاق الذين تمثلوا الفروع المحليه عبر تراب الاقليم، وكذا الرفيقات والرفاق بالهيئات الموازيه والقطاعات السوسيو-مهنيه بحزب كتاب بالاقليم. كما نرحب بالضيوف الكرام، كل من شرفنا اليوم بالحضور. قبل اترك الكلمه للمشرفين على اشغال المؤتمر، لابد من التذكير بكون مؤتمر اليوم لجامعه الغيات كما قال السي مصطفى، نعتبره عرسا حزبيا باحدى الجامعات القرويه التي يتراسها حزب الكتاب بالاغلبيه للولايه الثالثه على التوالي، وهذه اجابه صريحه لكل من يسال عن دواعي عقد مؤتمر لجامعه الغيات. كما ان اللحظات ليست حدثا حزبيا داخليا معزولا، انما تاتي ضمن مسلسل طبيعي للتحضيرات للمؤتمر الوطني العاشر، والذي انخرطنا فيه منذ البدايه مركزيا ومحليا من خلال ترتيبيه اقليم اسفي في اللجنه التحضيريه للمؤتمر الوطني العاشر. كان في شخص عبد ربي رشيد محيط بمعيه الرفيق مصطفى الكانوني عضو اللجنه المركزيه ومستشار جامعه سيدي جي، وهو التزام زكاه حضورنا المستمر بالرباط في معظم المحطات التنظيميه. كما انخرطنا كذلك محليا بشكل جد ومسؤول منذ البدايه من اجل انجاح هذا الاستحقاق الحزبي بالاقليم، وقمنا بحملات لتجديد انخراطات حزبيه، وعقدنا مجموعه من الاجتماعات داخل الكتابه الاقليميه لنفس الغايه، وتم وضع برنامج عمل تزامنا من خلاله بتجديد الفروع المحليه لتراب الاقليم وتاسيس اخرى، ومنها عده فروع اللي يتم التاسيس ديالها. نفس العمل خصصناه للهيئات المنظمات الموازيه للحزب الاقليمي، المناصفه والمساواه في الطلائع، قطاع الوصفه، التعليم، الصناعه التقليديه والخدمات، وحاولنا قدر المستطاع انهاء هذه العمليات داخل الاجل كما هو محدد في المقرر التنظيمي للمؤتمر. وهنا نحن اليوم في محطه اقليميه اخرى نسعى الى ان نكون في الموعد، آملين ان يفرز اليوم كاتبا اقليميا كتابه اقليميه فاعله وفريقا متجانسا يضم نخبه من المناضلات والمناضلين بغيه المضي قدما بحزب التقدم والاشتراكيه داخل اقليم اسفي لينال المكانه الحقيقيه التي يستحقها. والشعار المؤتمر الوطني العاشر هو نفس ديمقراطي جديد، اتمنى هذا يكون فعلا نفس ديمقراطي جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.